التحالف يعلن عن عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء. بايدن يكلف الفريق الخاص بالأمن القومي بالاستعداد لفشل الدبلوماسية والنظر في خيارات أخرى. اجتماع في بنغازي لمرشحين للرئاسة الليبية لبحث آليات سد الفراغ السياسي بعد 24 ديسمبر. صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء. وأوضح بيان للتحالف أن مطار صنعاء تم قصفه بعد استخدامه عسكريا من قبل الحوثيين ومساهمته بالعمل العسكري. وأشار التحالف إلى اتخاذه إجراءات وتدابير لحماية المدنيين خلال الضربات. وأكد التحالف أن الأهداف العسكرية شملت 6 مواقع يتم استخدامها لإدارة نشاط هجمات المسيرات. وشدد البيان على أن تحييد وتدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية لمطار صنعاء. وأوضح التحالف أنه تم إسقاط الحماية عن مطار صنعاء بناء على الفقرة 2 من المادة 52 والقاعدتين 7 و8 من القانون الدولي. بعد تمادي ميليشيات الحوثي في استخدام مطار صنعاء قاعدة عسكرية لشن هجمات تستهدف المدنيين داخل اليمن وأيضا داخل السعودية، بدأ تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات جوية لمطار صنعاء طالت أهدافا عسكرية مشروعة في عملية وصفها التحالف بالمحدودة. الميليشيا الحوثية طبعا كما نشر التحالف في وقت سابق أوضحنا كيف يتم استخدام المطار في وجود المنظمات الإغاثية والإنسانية في المطار. هناك إطلاق للصواريخ البالستية في أثناء هبوط المنظمات الأممية أو بعد إقلاع المنظمات الأممية والطائرات الأممية، وهي حالة استغلال للتوقيتات التي يضعها التحالف بالتنسيق مع الأمم المتحدة لكي لا يكون هناك أي استهداف لهذه المنظومات في مطار صنعاء. التطورات الميدانية تلك استبقها التحالف بتوجيه رسائل للمدنيين قبل ضرب الأهداف التي يستغلها الحوثي، مؤكدا حرصه على عدم وجود أضرار جانبية للمدنيين وعدم تأثر العمليات التشغيلية للمطار، مشيرا لاستغلال الميليشيات إقلاع الطائرات الأممية لإطلاق صواريخ بالستية، إذ يضم المطار ورشا للمسيرات والصواريخ البالستية. لا يمكن السكوت عن لدينا مسؤولية قانونية أخلاقية أيضا وطنية في حماية المدنيين سواء كانوا مواطنين أو سواء كانوا مقيمين. سنقوم بنزع الحصانة عن أي عين مدني يتم استخدامه من قبل الميليشيات الحوثية. التحالف أشار إلى أن مطار صنعاء تم قصفه بعد استخدامه عسكريا من قبل الحوثيين ومساهمته بالعمل العسكري، وأن الأهداف العسكرية شملت 6 مواقع يتم استخدامها لإدارة نشاط هجمات المسيرات، كما وشملت مواقع تدريب عناصر إرهابية ومقر سكن المدربين والمتدربين. وتم تحييد وتدمير هذه الأهداف بحيث لن يكون لذلك أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار. القانون الدولي يجيز بإجراءات قانونية في حال استكمال الإجراءات القانونية أن يتم نزع الحماية والحصانة عن المواقع المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ولكن بطريقة قانونية. التحالف أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بناء على الفقرة 2 من المادة 52 والقاعدتين 7 و8 من القانون الدولي الإنساني، وذلك قبيل توجيه ضربات لأهداف عسكرية مشروعة للحوثيين في مطار صنعاء الذي حولته الميليشيات لقاعدة عسكرية تديرها عناصر من حرس إيران الثوري وحزب الله اللبناني. أفاد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد الجابر أن العمل مستمر مع الحكومة اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم اليمنيين الذين هجرتهم ميليشيات الحوثي.
الحقيقة العمل مستمر مع الحكومة اليمنية، مستمر من خلال مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم الإغاثة للنازحين الذين يتعرضون الحقيقة لكثير من الاعتداءات بالصواريخ والدرونز في مخيماتهم التي هربوا منها، التي هربوا إليها. وهناك خطة لمركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية مستمرة في دعم هذه المنطقة. حسب إفادة السيد مارتن جريفيتس وكيل الأمين العام للطوارئ في اللقاء الأخير معه، أكد بأنه سيخصص تقريبا 40 مليون دولار لدعم الإغاثة في مأرب وتعزيز تواجد المنظمات الدولية التي نناشدها دائما نحن والحكومة اليمنية بزيادة تواجدها في منطقة مأرب لظروف الإنسانية الصعبة بسبب استمرار الميليشيا الحوثية في مهاجمتها للمدنيين في مأرب. ترأس وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الوفد الخليجي في اجتماعه بوزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الخليجية البريطانية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وفي بيان خليجي بريطاني مشترك، أكد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون وبريطانيا على أن استمرار إيران في التصعيد النووي يقوض الأمن الإقليمي والدولي. البيان الخليجي البريطاني شدد على أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي. بيان وزراء الخارجية شدد على الحاجة الملحة لحل سياسي للصراع في اليمن من خلال عملية سياسية ومفاوضات برعاية الأمم المتحدة. البيان تضمن تعهدا بمنع إعادة تزويد الحوثيين وحلفائهم بالأسلحة. وفيما يتعلق بليبيا، شدد البيان المشترك على أهمية سحب كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من هذا البلد دون تأخير. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات جديدة تجاه إيران تتخذها في حال فشل المفاوضات حول الملف النووي في فيينا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنه بناء على موقف إيران من الجولة الأخيرة من المفاوضات، كلف الرئيس جو بايدن الفريق الخاص بالأمن الوطني بأن يكون مستعدا لفشل الدبلوماسية والنظر في خيارات أخرى. وأضافت ساكي أن هذا العمل جار، وهناك أيضا مشاورات بهذا الشأن مع العديد من الشركاء حول العالم. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس سعي إيران إلى كسب الوقت فقط من خلال مفاوضاتها في فيينا. وأضاف غانتس أن إيران تدخل في المفاوضات دون أوراق مساومة حقيقية. إيران تدخل في مفاوضات بدون أوراق مساومة حقيقية. يجب وضع حد لاستراتيجية التباطؤ التي تتبعها إيران. إننا نعمل على تعميق التعاون الدولي، وأنا على يقين أنه سيتم قريبا توسيع الإجراءات العلنية والسرية على حد سواء لمواجهة طهران. على مدار عام ونصف انخرطنا في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي وشراء آليات جديدة من شأنها أن تضمن التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة لمواجهة كل التهديدات. في وقت أعلنت فيه إيران عدم وضوح الرؤية بالنسبة لاستئناف مفاوضات فيينا، تستعد إسرائيل لضرب أي اتفاق يعطي لطهران فرصة لحيازة السلاح النووي، وذلك بعد أن قدرت الأجهزة الأمنية احتمال نشوب أزمة طويلة الأمد أو التوصل إلى اتفاق مؤقت لا يستجيب إلى مطالب تل أبيب. ولذلك وبحسب تقارير إسرائيلية، الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أعدت سبل التعامل مع الوضعية الحالية. من بين هذه الخطوات ضربة عسكرية غير محصورة بمنشآت إيران النووية فقط. ولتنفيذ هذه الخطوة، فتل أبيب تعمل الآن على تحديث ترسانتها العسكرية بصواريخ وقنابل جديدة مع تحديث نظام القبة الحديدية. وتشمل هذه الخطوة ثلاث مراحل، أولها التحضير للضربة، ثانيها مرحلة الاستعداد لردود الأفعال على الضربة، حيث يتوقع أن تشن إيران هجمات على عدة جبهات بالمنطقة، ثم تأتي المرحلة الدبلوماسية في محاولة لإطفاء شرعية دولية على العملية العسكرية، وستكون الولايات المتحدة في هذه المرحلة شريكا أساسيا لإسرائيل. مصادر أمنية إسرائيلية تحدثت عن تعهد الإدارة الأمريكية بمساعدة إسرائيل في أعقاب عملية عسكرية على إيران، وذلك بإعمار البنى التحتية المدنية إذا شنت إيران أي هجمات.
هذه الخطوة الإسرائيلية ربما يتم التمهيد لها من الآن، حيث سيقوم الجيش الإسرائيلي بتدريبات واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط في الربيع المقبل مع عشرات الطائرات التي تحاكي تنفيذ ضربة ضد البرنامج النووي الإيراني. أفاد مراسل العربية بأن عددا من مرشحي رئاسة ليبيا سيعقدون اجتماعا اليوم الثلاثاء في بنغازي. وأوضح مراسلنا أن الاجتماع الذي سيضم أحمد معتيق وفتحي باشاغة بالإضافة إلى خليفة حفتر والعارف النايد وعبد المجيد سيف النصر سيناقش آخر تطورات العملية الانتخابية وآليات سد الفراغ السياسي بعد 24 ديسمبر. أفادت مصادر العربية بأن مجلس النواب الليبي سيعلن خلال جلسته المقبلة تأجيل الانتخابات من 3 إلى 6 أشهر. كما أكدت المصادر أن جلسة البرلمان سيرأسها عقيل الصالح وسيتم خلالها الإعلان عن حكومة جديدة. وأشارت مصادر العربية أن مهام الحكومة المقبلة ستكون مقيدة ومحددة على أن تكون أولويتها التحضير للانتخابات. وضحت المصادر أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز ستلتقي عقيل صالح خلال اليومين المقبلين. وبشأن الانتخابات، قالت المصادر إن مفوضيات الانتخابات عزت تأجيلها لعدم تفسير أحكام الطاعون. أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي عبد الكريم المريمي أن مجلس النواب سيحدد خلال جلسته الأسبوع القادم تاريخا جديدا للانتخابات في ليبيا، ذلك لعدم مقدرة الجهات المعنية على تنظيم العملية الانتخابية في موعدها المحدد. عملية التاريخ من يتحمل مسؤوليتها منتهي الأمر، يعني هناك كان موعد محدد من لجنة الحوار بأن 24 ديسمبر تنطلق الانتخابات. الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لم تستطيع أن تطلق هذه العملية يوم 24 ديسمبر، لديها العراقيل ولديها الصعوبات التي حالت دون ذلك، وقامت بإعداد تقارير فيها لعرضها على مجلس النواب ليتخذ قرارا من أجل تحديد موعد وإزالة العراقيل والصعوبات من أمام المفوضية العليا للانتخابات. أفادت وسائل إعلام ليبيا أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نولند سيلتقي في طرابلس رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد أدبيبة. السفير الأمريكي لدى ليبيا قال إنه سيتم فرض عقوبات على كل من يعرقل الانتخابات أو يلوح باستخدام القوة. كما أوضح أن هدف الزيارة لمركز انتخابي هو لتقييم الاستعدادات لإجراء الانتخابات. سيتم فرض عقوبات على كل من يعرقل الانتخابات أو يلوح باستخدام القوة في عموم ليبيا. هدف زيارتي هو لتقييم الاستعدادات لإجراء الانتخابات وتقييم أين نقف منها في هذه المرحلة الراهنة. ومن الواضح أن المفوضية جاهزة فنيا لإجراء الانتخابات، ولكن هناك عقبات سياسية، والمرشحون للرئاسة أيضا بحاجة لقرار وطني ليبي لإجراء الانتخابات، والحكومة الأمريكية تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة وتدعم إجراء الانتخابات في ليبيا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أوميكرون بات المتحور المهيمن في الولايات المتحدة، وتكساس تسجل أول وفاة بهذا المتحور. أهلا بكم من جديد. تقرير لصحيفة The Times البريطانية تحدث عن خلافات داخل حركة حماس سببه إيران والارتباط بها، وهو خلاف بدأ يظهر للعنان. إيران سبب مباشر لأزمة بدأت تخرج إلى العلن بين قادة حركة حماس، وتنذر ربما باقتتال داخلي في صفوف الحركة. بحسب صحيفة The Times البريطانية، هناك جناح في حماس يقوده إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة. يرى هذا الجناح بأن مستقبل الحركة مرتبط بإيران. ولنا عمق استراتيجي هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
من جهة أخرى هناك جناح آخر داخل حماس يرفض تلك الرؤية، وذلك بحسب صحيفة The Times، ويسعى لاستعادة رعاية القوى العربية الأكثر اعتدالاً. هذا الجناح يقوده خالد مشعل الذي يرأس الآن عمليات الحركة خارج الأراضي الفلسطينية، والذي يقود سياسة الانفصال عن النفوذ الإيراني. وأخيراً دشنا هذه البداية الطيبة المباركة بلقاء جلالة الملك عبد الله، وإن شاء الله تتلوها صفحات طيبة في علاقة متينة تخدم المصلحة الأردنية كما تخدم المصلحة الفلسطينية. الصراع بين هنية ومشعل محتدم بحسب ما ذكرت صحيفة The Times التي كشفت أن الإيرانيين يرفضون مقابلة مشعل، فيما يسعى هنية لتجاوز الأخير الذي يتم تجاهله عن قصد وإبعاده عن اجتماعات أو لقاءات مع مسؤولين مثل الرئيس التركي. The Times قالت إن هذا الخلاف المستتر داخل حماس خرج للعلن بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مخزن تابع للحركة في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان. فالأسلحة التي كانت موجودة في المخزن تصنع بتوجيه إيراني، ما أزال أي شك في أن الحادثة كان نتيجة لعملية إسرائيلية استهدفت تلك الأسلحة المتعلقة بإيران. أسفر الانفجار عن مقتل عنصر من حماس، وأيضاً اندلاع إطلاق نار بين أعضاء حماس وحركة فتح الفلسطينية، ومقتل 3 أشخاص آخرين. ما يزيد الطين بلة لحماس كما ذكرت الصحيفة هو تأرجحها على شفا الإفلاس بعد وقف كل المساعدات للحركة من حلفاء سابقين، وذلك بسبب ارتباطها بإيران والنظر إليها كأحد أذرع طهران العسكرية في المنطقة. لينا حسب الله، العربية. أكد مجلس السيادة السوداني خلال اجتماعه أمس على حرية التعبير السلمي، مشددا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الفترة الانتقالية حتى يتم التوصل إلى مدنية الدولة وتحقيق التحول الديمقراطي. يأتي ذلك بعيد احتجاجات أول أمس في الخرطوم بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر التي أوقعت 123 جريحا وفقا لوزارة الصحة. من ضمن جولة للعربية على إقليم دونباس شرق أوكرانيا، حيث يدور منذ سنوات نزاع مسلح بين الانفصاليين المدعوم من موسكو والقوات الحكومية الأوكرانية، رصد فريقنا الوضع في مناطق حساسة، كما رصد موقف كييف رسمي بشأن الحصول على تجهيزات دفاعية من دول الناتو. الصغيرة التي لم يسيطر عليها الانفصاليون في إقليم دونباس، توجهنا إلى المنطقة المهجورة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة والانفصاليين، ناقلات جند على طرق متعرجة وآثار تحصينات تشهد أن حربا ما دارت هنا بين إخوة أعداء. أكثر من ثلث السكان هنا من أصل روسي، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 17% على مستوى أوكرانيا عموما. في هذه المناطق الفقيرة يختلط عمال المناجم الأوكرانيين بزملائهم الروس، ولا يأبه أحد لقرع طبول الحرب. والداي من أصل روسي، حصلا على الجنسية الأوكرانية، وأنا أعيش هنا منذ 7 سنوات وأعمل في مناجم الفحم. سياسياً تبدو اللهجة حازمة في كييف، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية للعربية إن من حق بلاده الحصول على تجهيزات دفاعية في مواجهة روسيا. نحن ندافع عن أرضنا، ليست أوكرانيا من احتل أرضاً لروسيا، بل العكس، من حقنا الشرعي أن نمتلك إمكانيات لرد الهجوم، وعبر اتصالاتنا مع شركائنا الدوليين نناقش تزويدنا بتجهيزات دفاعية. في شرق أوكرانيا لم تختفي رموز الحقبة السوفيتية تماماً، رغم تغيير أسماء حوالي 50,000 شارع كانت تحمل أسماء رموز شيوعية في عموم البلاد، ورغم اقتلاع ما يقرب من 1,300 تمثال للينين في العاصمة والغرب الأوكراني وبعض الشرق، حيث ما زال قائد الثورة البولشيفية حاضراً في عدة شوارع وساحات عامة.
على هذه البقعة يستعد الإخوة الأعداء لاحتمال مواجهة جديدة. أوكرانيون يقاتلون أوكرانيين، فتشجع موسكو هؤلاء ويحمس الغرب أولئك، فيما الناس منقسمون شعبيا بين غالبية تريد الالتحاق بالحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وأقلية تتعاطف مع روسيا وتتحدث بلهجتها في اللغة كما في السياسة. حسين قنايبر، العربية، من مدينة توريتسك شرق أوكرانيا. قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول صحي إنه تم تسجيل أول وفاة بمتحور أوميكرون في ولاية تكساس. السلطات الصحية الأمريكية أعلنت أن متحور أوميكرون بات المتحور المهيمن في الولايات المتحدة، بحيث أصبح يشكل أكثر من 73% من الإصابات الجديدة بكوفيد 19 من إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، متغلبا على المتحور دلتا. سجلت بريطانيا أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بكورونا، في ثاني أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بدء الجائحة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه سلالة أوميكرون الانتشار بسرعة. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيكون هناك المزيد من الإجراءات لحماية البلاد من التفشي السريع لكورونا. اتفقنا على أننا يجب أن نبقي البيانات من الآن فصاعدا قيد المراجعة المستمرة، الاستمرار في متابعتها ساعة بساعة. ولسوء الحظ يجب أن أقول للناس أنه سيتعين علينا اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المواطنين ولحماية الصحة العامة الوطنية، ولن نتردد في اتخاذ مثل هذا الإجراء. وافقت السلطات الفرنسية الصحية على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاحات فيروس كورونا. وجاءت الموافقة في ظل مخاوف وتوقعات بزيادة نسب الإصابة لدى الأطفال بالمتحور أوميكرون. هذا وتصاعد الضغط على المستشفيات الفرنسية بشكل هائل خلال الأسابيع الماضية، حيث تكافح فرنسا موجة 5 من الإصابات بفيروس كورونا. وحدة العناية المركزة بالمستشفى تعمل حاليا بكامل طاقتها، حيث كان المرضى يأتون إليها خلال 20 يوما الماضية. 70% من المرضى هم من المصابين بفيروس كورونا. معظم المرضى هنا لم يتم تطعيمهم، ربما يثبت أن هذا اللقاح فعال وأنه قد يكون من الجيد للجميع أن يحصلوا على لقاحهم وأن يثقوا بالعاملين الصحيين والعلماء، وأن نتمكن من المضي قدما في وقف كل تلك الموجات والعيش بشكل طبيعي مرة أخرى. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار غزيرة وسيول وعواصف رعدية ورياح شديدة. أحوال جوية استثنائية وعاصفة تشهدها عدة دول شرق أوسطية منها مصر والأردن والأراضي الفلسطينية إضافة لسوريا ولبنان. الأحوال الجوية الناجمة عن منخفضات جوية رطبة وعميقة تسببت بإغلاق عدة موانئ مصرية في كل من الإسكندرية وبورسعيد والسويس وشرم الشيخ. الرياح القوية المصاحبة للأحوال الجوية أدت إلى ارتفاع في الأمواج، ما دفع بالسلطات المصرية إلى تعليق الأنشطة البحرية في المناطق الساحلية. الأحوال الجوية الاستثنائية طالت لبنان التي كست الثلوج قمامها لا سيما في العاصمة بيروت، هذا بالإضافة إلى أمطار غزيرة نجم عنها سيول مع رياح تخطت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة. في الأردن الكتلة الهوائية الباردة جدا وهي من أصول قطبية ضربت جنوبه أولا حاملة معها أمطارا ورياحا قوية، وانتقلت تلك الأجواء إلى وسط وشمال المملكة اللذين كانا على موعد مع أمطار غزيرة وسط إعلان حالة الطوارئ في العاصمة عمان للتعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية. تلك الأجواء الباردة والتي أحدثت تغييرات جذرية على حالة الطقس طالت أيضا كلا من الأراضي الفلسطينية وسوريا وسط قلق على أوضاع النازحين واللاجئين السوريين داخل حدود الوطن وخارجه. هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. التحالف يعلن عن عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء.
بايدن يكلف الفريق الخاص بالأمن القومي الاستعداد لفشل الدبلوماسية والنظر في خيارات أخرى. اجتماع في بنغازي لمرشحين للرئاسة الليبية لبحث آليات سد الفراغ السياسي بعد 24 من ديسمبر. المزيد من الأخبار على العربية دوت نت تابعونا أيضا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب. أراكم بعد قليل، إلى اللقاء.